الشيخ الحمدون أشار أيضا إلى أن الشيخ عبد الخالق العزاوي شخصية لها ثقلها المجتمعي، وهناك ثقة بقدرته على إصلاح ديوان الوقف السني، داعيا في الوقت نفسه أئمة ومشايخ الوقف إلى التكاتف مع الشيخ العزاوي في مهمته الإصلاحية. الشيخ عبد الخالق يقبل على أمر عظيم وعلى مهمة كبيرة جدا. لا يخفى أن الوقف السني اليوم هو أهم مؤسسة تهتم أو ربما يمتد أثرها إلى جميع الشارع السني وإلى محافظاتنا. لا يخفى أن له الأثر البالغ في يعني تثبيت الوسطية وإشاعة الأمن في هذه المناطق والمحافظات. الوقف السني اليوم يعني هو أكبر مؤسسة ربما يعادل وزارات بأكملها، ولذلك أي خلل فيه يتداعى خللها إلى جميع الأواسط، إلى جميع البلدان، إلى جميع المحافظات، إلى جميع القرى، ولذلك لا بد من إصلاح هذه المؤسسة.